الأول نتابع هذه الكرة مرة أخرى. الخطورة من اليو باتشي. إبراهيم أنداي يفتح السابع التسديد لكن بعيدة 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 تسديدة إبراهيم أنداي. منتخب جنوب أفريقيا قارة آسيا ستكون ممثلة بمنتخبات إيران، اليابان، السعودية وفيتنام، أوقيانوسيا من خلال نيوزيلندا وفانواتو. سار حاول يتعدى ماما دومباي ترجع كرة إبراهيم أنداي في وسط الملعب لأوساينو كافا مع إبراهيم أنداي تتعدى كرة ديكي الأبعاد سليمان أو كرة لمنتخب السنغال في آخر خمس دقائق التسديد إبراهيم ونقاكم باتا ثمانية يرفع كرة جوردان ليام بعيد عليه في التغطية إبراهيم أنداي أسبق من نقوسوبو إبراهيم أنداي ما ثماش تسلل يمكنية لمنتخب السنغال أوساينو كافا كريبا دياتا الاستلام إبراهيم أنداي يرفع كرة والاعتراض من جانب السودة تيرانغا في الخمسة واربعين دقيقة الثانية من أجل التدارك هذه كرة وضربة مخالفة مباشرة تبعد تقريبا 22 متر يتعدى انتياي جولي مع بداية هذا الشوط الثاني يرجع السودة تيرانغا في المباراة بأرضية باليسار أرضية أمامنا لوثر سينغا من أبرز لاعبي منتخب جنوب أفريقيا وتصعب ثلاثية في مباراة الأولى في مرمى المنتخب الكاميروني يحاول يتعدى إبراهيم أنداي يفتكك الكرة من نوثا منتخب السنغال طويلة كرة بالرأس أليو باتشي ممتاز المراوغة إبراهيم أنداي ودل في 54 دقيقة يعطينا انطلاقة جديدة للمباراة التعادل 2-2 بين جنوب أفريقيا والسنغال يبدأ بقوة نجد قدم بهدفان مقابل صفر يقبل ثنائية في العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني دقيقة 49 يعني مسابقة الكان أربع منتخبات إفريقية ستمثل القارة في نهاية المونديال أولها زامبيا تيوا قبله كان موكوينا أخذ مكان جوردان ليام بينما جوزيف ماري كوتو مدرب منتخب السنغال بنفس التشكيلة والرسم أول لمس لكرة من ميكيلان التوزيع نيان كرة بالرأس جول من كريبا دياتا هذه الإعادة عرضها كانت التمهيد من إبراهيم أنيان في كرة من إبراهيم أنداي إنيان إماد يفشل كان أقل من 20 عام 81 دقيقة قبل 9 دقائق سين يذلل الفارق لمنتخب جنوب أفريقيا 7 أهداف كاملة إلى حد الآن إصابة والبديل محمد بويي يدخل 9 محمد بويي